إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. الحمد لله العزيز الغفار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار أرسى الجبال وأجرى الأنهار وأنزل الغيث وأنبت الأشجار سخر لنا الفلك ومهد لنا أمواه البحار وخلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار بل وقلب الليل والنهار صورنا فأحسن صورنا وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار ونعوذ بنور وجهه الكريم من خلق الأشرار ونسأله السلامة من دار البوار ونرجوه أن ينير لنا الطريق فنتبين النافع من الضار وأن يجعلنا بفضله من المطهرين الأطهار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الملك فوق كل الملوك القوي الجبار المستوي على عرشه دون حلول أو مماثلة أو استقرار العظمة رداؤه والكبرياء له إزار ليس كمثله شيء فلا تصل إلى كل ذاته العقول والأفكار اللطيف الخبير فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار السميع البصير فلا تحشم رؤيته الظلمات ولا الأستار ويستوي في كمال سمعه الجهر بالقول والإسرار القادر على كل شيء وكل شيء عنده بمقدار سبحانه سبحانه ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي المختار إمام المتقين والأبرار المسلم من العيوب والمطهر من الأوضار المنصور بالرعب على مسيرة شهر إذا شاهد فالسيف في يده بتار وإذا سالما استوى في أمانه المسلمون والكفار إذا سئل شيئا أعطاه بغير انتظار إذا سكت علاه البهاء والوقار وإذا تكلم خرج من فمه نور كنور الفجر وقت الإسفار صلوات ربي وسلامه عليه في كل وقت وحين أيها المؤمنون خطبتنا اليوم موجهة للجميع وهي في حقيقة الأمر موجهة خاصة لمن يفسدون في الأرض ومن مظاهر إفسادهم والعياذ بالله أنهم يتلفون الملك العام من ذلك وسائل النقل العمومي من ذلك مؤسسات العمومية كما المستوصف والأمثلة عندكم كثيرة أيها الأخوة اليوم نتكلم على هؤلاء ونحن ننزه من حضر معنا إن شاء الله عن هذه الأفعال وأمثالها ولكن حتى يبينوا لهم خطر ما يفعلون ومآلاته ويعرفون أسبابه حتى نسعى ما استطعنا إن شاء الله لإصلاحه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله أيها الأخوة أيها المؤمنون الله سبحانه وتعالى متصف بالإصلاح هو الفاعل سبحانه وتعالى وهناك فرق بين الصلاح والإصلاح
كما أن هناك فرقا بين والعياذ بالله الفساد والإفساد. الله سبحانه وتعالى نقول في حقه هو يحب المصلحين ويكره المفسدين سبحانه وتعالى. من عباد الله صالح ومن عباده صالح ومصلح، ومن عباد الله والعياذ بالله فئة أخرى فاسدة وأخرى مفسدة. رب سبحانه وتعالى عن طريق خلقه سبحانه وتعالى يصلح في الأرض، لكن هم يفسدون، يعني هم عكس الفطرة اللي يحبها رب سبحانه وتعالى. يقول جل من قائل في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. أمرنا أن لا نفسد في أرضه، والأرض أرضه سبحانه وتعالى، بعد إصلاحها، الإصلاح عن رب سبحانه وتعالى وعن طريق عباده المصلحين فيها. الجنه صالحة نخبرها في صلاحها، ما نفسدوش من أصلح غيرنا. ولكنه في آية أخرى يصف هؤلاء فيقول في سورة المائدة: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. هؤلاء أيها الإخوة سعيهم في الأرض سواء علموا أو لم يعلموا، وفي الغالب حتى كان علموا فهم نصفهم بالجهل. علاش؟ الإنسان وقت اللي يقع في الطريق اللي يوصل للنجاة ويمشي في طريق يظل فيه ما يوصلوش للنجاة، في الحالة هذه نسويه بينه وبين اللي يجهل الطريق هذيك اللي يوصل للصلاح. هذاك علاش ربي يصفهم أنهم لا يعلمون، حتى لو كان هما ماشي في بالهم يعرفوا أو يعلموا فهم في حقيقة الأمر لا يعلمون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هم يصفوا في أنفسهم بأنهم مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما يدروش على أرواحهم اللي هم مفسدين، ونحن وجبنا أن نفيقوهم. بيش مفسدين أيها الأخوة؟ مفسدون بمعصيتهم فيها ربهم، يعني مفسدين أنهم يعصون في ربهم. أي واحد يمشي في طريق الصلاح فهو في طريق الطاعة، طاعة رب سبحانه وتعالى، وأي واحد يمشي في طريق الفساد والعياذ بالله فهو من العصاة. قصد أو لم يقصد، علم أو لم يعلم، عرف أو لم يعرف، فهو في طريق العصاة والعياذ بالله. هما يمشيون الحاج منها على رب سبحانه وتعالى. فالفساد يا عباد الله هو الكفر بالله، هذا حاجة من الحاجات. الفساد هو كفر بالله، أي والعمل بالمعصية. فما بطبيعة الحال ما نسويوش بيناتهم اللي يكفروا واللي يعملوا بالمعصية، ولكنهم يتحطوا في الخانة بتاع المفسدين كما وصفهم رب سبحانه وتعالى. هو أمر بحاجات وهم يعلمون أنه أمر بها، ونهى عن أمور أخرى يعلمون أنه سبحانه وتعالى قد نهى عنها، ولكنهم مع ذلك يفعلوا ما نهوا عنه ولا يفعلون ما أمروا به. فهؤلاء من العصاة نعم، وكذلك يعرف الحق ويحيط عليه. هذو ما شو نسميهم أيها الإخوان في العربية الفصحى كلمة كفرة. الكفرة كنشوف في أرض نحط البذرة وبعد نغطيها بالتراب ونقول ورانا كفرنا أن نبتعد غطيناها البذرة هذيك، نقول كفر الفلاح البذرة، يعني راه غطاها، يعني هما يعرفوا الحق ولكنهم يحيدون عنه. نتكلم هكذا أيها الإخوة حتى يعرفوا هؤلاء ونبلغوا.
خاصة أغلبهم من الصغار وفيهم من الكبار مع التصف، حتى بلغوهم أن هذا الأمر شغل، وخاصة في أيام مثل هذه نحن في حاجة لأيها ملك سواء خاص أو عمومي، في حاجة لأيها دينار باش ننفقوا في الحاجات التي تنفع الناس، ما نبقاوش ننفقوا في إصلاح ما أفسده بعض هؤلاء، فقد أفسدوا فيها، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، ها الصلاح راه بالطاعة، كما قال قتادة وغيره من المفسرين السلف ربي يرحمهم بكل شر يا ربي، قتادة الكلام كله نحكي فيها اللي قاله قتادة، قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قالوا أصلح وما تفسدش، راه ربي يحب المصلحين وما يحبش المفسدين. لو ما كانش هذا الأمر مهم أيها الإخوة ما يوصيش به موسى أخاه هارون. موسى وصفه هارون قالوا أصلح بعدي وما تفسدش وما تتبعش هذا المفسدين. هذا نبي يوصي في نبي، فما بالك بنا نحن أيها الأخرى. وتجينا الآية إن شاء الله شوفوا شنية بعض المعاني بتاع الفساد أو بعض المظاهر بتاعه أو بعض الأفهام لكلمة فساد. واليوم أنا مانيش نحكي على الفساد، خلينا من الفساد الإداري وفساد، خلينا نحكي على الفساد الظاهر أنه يعطب حاجة، أنه يعدم حاجة. هذه من أهم الحاجات المركزين عليها اليوم لأنها كثيرة والعياذ بالله مظاهر الفساد ومعانيه. أول حاجة هو ضد الصلح وكفى بها من معصية. الصلاح على اليمين كما نقولوا والفساد ها هو ضد قابل الهكذا، وهي والعياذ بالله هذه أول حاجة هي معصية. وكذلك حتى اللي يبدو مفسدين فيهم اللهم واللعب. هذا شو تسميوه؟ شو تقول الآية؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. طبعا شو علاش جبنا الآية اللي قبلها وهي جات بعد الآية اللي تحكي الفساد؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذايا في وقت نزول القرآن المنافقين يخافوا لتنزل آيات تحكي عليهم وتفصحهم حاشا السمعين. واليوم أيها الإخوة آيات القرآن تتكلم عليهم، فلو كان المجهول بالكلام يتخششوا، ولو كان يمشوا معنا قدام شوية أو ما نقولش يقول لك يعني إنما كنا نخوض ونلعب. المنافقين حشاكم هما عافية المفسدين، فهم يحذروا أن يقولوا لهم حشاكم وحشا السمعين هذا راه فساد في الأرض وراه عقاب خايب. آه يقول لك شنو تتهم فيه بالفساد وتتهم فيه بالكفر وبرا عاد ولوا بالتكفيريين إلى آخره. يا سيدي احنا هذا نحكي لكم اش قال ربي سبحانه وتعالى. ايها الاخوه كذلك من معانيه التلف والتغير للاسوء. داخل انا يبدا عندي مصلحه عامه، داخل مثلا بيتو يتعدى من هنا او القطار السريع يعمله جديد، قال لك يشدوا الصغار يبدوا يضربوا فيه بالحجر، مازال جديد يا عم ربي قداش من عام باش تعمل وهم يضربوا فيه بالحجر وين يتروح على بعد من هذا؟ كم من مرة حجرة تضرب وشوف البلاط بتاعه مكسر. هذا حاجة كانت صالحة هم يفسروها، الله أعلم بشناها هذيك، زعما شناها بالحارة في الغرب بديون هذيك، دايرنا علي وعليك وعلى أولادنا وولاد أولادنا، حسبوها مرة قالوا ديون على الدولة التونسية، والله أعلم قالوا لو كان نحب نخلصوا الديون كل مواطن تونسي يدفع 10,000
دينار، يعني 10 مليون من المليونات بلغة الشعب. ها؟ كل واحد لازم يوفر 10 ملايين باش نخلصوا ديون هذا البلد، منها من المترو، منها من القطار، ومنها من المشاريع الحكومية اللي يجيو يفسدها، والأضواء والمستوصف وغيرها، غالبيتها أيها الأخوة بأموال مقترضينها، مش من كان المقترض هو رئيس الدولة ولا الوزير بتاع النقل. لا يا بابا، رئيس الدولة هذا الآخر يمشي على روحه، والوزير يمشي على روحه، وهذيك ماهيش ملك الرئيس ومش ملك الوزير، ملك الشعب، ملك الناس الكل، ملكي وملكك، والديون هذيك على الدولة التونسية، على الدولة نتاعك انها رايحة تخلصها أنا، وخلصها ولدي ولد ولدي، الفلوس اللي كانت مش تمشي في تحسين أحوال الناس، نخلصها بالعملة الصعبة، نقعدوا نخلصوا في الديون اللي متراكمة علينا، ويجي حاجات وحاش السبعين، الإنسان مخه كيما مخ العصفور هو أصغر، ويتابع العصفور، لو كان جاب حدانا يسمع، يقول أنا مانيش من المفسدين رانا، ويفسد حاجة ويخلينا احنا نعاني في التبعات نتاعها. يقول ربي سبحانه وتعالى: ان الله، قلنا قال ان الله لا يصبح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعني ربي سبحانه وتعالى ربي يستحيش، ولا احنا ما يستحيش الحق طبعا، ما يستحيش ان يقول الحق، ونحن يلزمنا ما نستحيوش ان ننبهوا بالامور هذه اللي هما يعملوا فيها. زعما شنيا الحاجات اللي خلت الشيء هذا يظهر فينا ايها الاخوه؟ اسمعوا الايه، جاوبنا على الاسباب باش نحاول نبعدوا عليها ايها الاخوه. وراه قراءه واحد حاجاتكم يفسد في حاجه، انا ما قصدتهاش وانت ما فسدتهاش، راني انا مسؤول، راهو عندي جزء من المسؤوليه، هو المسؤول مباشر، هو وامه مسؤولين عليه، والمحيط بتاعه مسؤول عليه، وانا اللي جاي حكم بقعه اخرى مسؤول عليه. علاش؟ اسمعوا الايه ايها الاخوه، قل ربي سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اذا الفساد ربي هلك كسبناه احنا عملناه، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. راهو الشيء تاعنا راجع لنا، راهو منا فينا، وربي راهو يوري فينا في شوي منه لعل وعسى نرجع لربي سبحانه وتعالى. هذا ورد في سورة الروم. فالفساد في الأرض أيها الأخوة إنما ظهر بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم ومخالفتهم لشرع الله. هذه القصه أيها الأخوة. زعم المطيع لربي سبحانه وتعالى يعمل الحشد هذه؟ لا، ما يعملهاش. زعم لو كنا نحن مطيعين ما نساهمش في أن ننقص من الفساد الموجود؟ نعم، لأنه قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني في الحالات الثلاثة رأنا مطالبين أن نغيره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني احنا مطالبين باليدين كما قدرت، باللسان كما رجعتش بيدي، كما رجعتش لهذه ولا هذه، بالقلب اللهم ان هذا ممكن. بعض الساعات نعجزوا في بعض مظاهر الفساد ان المفسد يواجهوه ويقول له ما يجيش، راهو عين، خاطر نجم يرجع لنا احنا في بعض الاحيان، احنا ماذا بينا على الوالد، ولكن بطريقه بطبيعه الحال لائقه. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله والصلاه والسلام على حبيبه ونبيه ومصطفاه. هل تشوفوا ايها الاخوه الفساد حاجات مش هو يساوي باش نهربوا الناس منه وننكرهم فيه؟ الفساد ايها الاخوه بصريح الايه هو طاعه للشيطان، يعني النجم المفسد نقولوا له: يا مطيع الشيطان، راك بهذا تطيع الشيطان. يقول ربي سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان،
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بصلاح لا فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني راهو اللي قادر في شهادتك راهو مطيع للشيطان، واللي ما يأمرش راهو مطيع للرحمن. هل لسان الخيرون نسموه مطيع للرحمن ولا مطيع للشيطان؟ حتى هما الإجابة يعرفوها. الفساد يساوي اتباع الهوى، يعني مش يشتغل العقل بتاعو، الهوى بتاعو يتبع فيه. الهوى شو معنى الهوى؟ مش الهوى اللي تقصد فيها، هوى النفس اللي تقول له نفس تتبعها. لكن شناعة اللي والعياذ بالله انفسهم هزتهم، ها لكن نوعيه تاع انفسهم هزتهم للحاجات. قال رب سبحانه وتعالى: افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. ها زعم هذا كيف خير والا هذا خير؟ اكيد الظاهر ضعف الاجابه. كذلك الفساد يساوي خداع وخيانه. علاش خيانه؟ تذكر احنا متمنين عليها، كاين انتهاك من التعبير، امانه عندي وعندك مش عندها اللي بعدي. انا قاعد خادع عشان واحد من سلوكي المنافقين والكفار، وقاعد بخون وهي كذلك من سلوكي. قال النووي، اسمع الكلمه اللي قال النووي رحمه الله. قال النووي: يحرم على المكلف، المكلف هو انا وانت اللي على الاقل يسمع به، هذا يسمى مكلف. يحرم على المكلف ان يحدث، يعني يتكلم عبد الانسان او زوجته، يعني يكلم العبد بتاعه ولا زوجته، ايها العبد ايها البشر، ها باش يكلمه، او ابنه او غلامه، يعني يتكلم منهم بشر اخر، ونحوهم بما يفسدهم به عليه. يعني يحرم حتى باللسان ان نتكلم الناس بالحاجه اللي تفسد والعياذ بالله ما تصلحش، يعني كان مش ننطقوا. ايها الاخوه اي كلمه نخرجها يا اما هي لينا ولا علينا، لا بل اي لحظه تتعدى يا لينا يا علينا، اي نفس يتعدى يا لينا يا علينا، واحنا نختار اي كلمه. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يواصل القول يقول: اذا لم يكن ما يحدثهم به امرا بمعروف او نهيا عن منكر. اذا موجود في الحديث انه في المعنى بتاعه الدنيا ملعونه، وملعون ما فيها الا ذكر الله او عالم او متعلم. كلها طول الحش علينا تكلم في امور، فما بالك ايها الاخ المؤمن كي نتكلم بحاجه فيها فساد والعياذ بالله. ليش زعما نجم نصلحه ايها الاخوه؟ ان شاء الله ربي يجعلنا من الصالحين المصلحين. ما نكتفيوش ان نكونوا بالصالحين، راهو الصالح وحده ينفع روحه كهو، اما المصلح يرفع المجتمع. قيل مرة سيدنا جبريل عليه السلام بعث ربي باش يعاقب قرية كاملة، كما يقولوا يهز فيها على فيها والعياذ بالله. قالوا: يا ربي إن فيها فلانا مصلح. قالوا: يا جبريل به فابدأ. علاش؟ قالوا: لأنه ما أنكرش على الناس هذاك وما قامش واجبه باش يصلح. يا مرة أنت شدت دارك ولا صومعتك ولا اشتحبت وصالح والناس أحداك مفسدة، وأنت زيادتك تفكر كان في روحك والمجتمع شكون يصلي؟ مش قال ربي: كنتم خير أمة أخرجت للناس باش حضركم مصلحين؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيرية جات بالفعل اللي نعملوه للمجتمع. قلنا أول حاجة لازمنا ما نسويوش ما بين الصالح والطالح، بل بين الصالح والمفسد. واليوم شفتوا فيها
في أولادنا. تقرأ يؤثر واحد من أولاده على الأخر وحشاك هو يبدأ فاسد ويبدأ ينحي الصالح ويعطيه. تكتشع فيه أنت ينحي في أملاك ولده ينحي في فلوسه ويعطيه على الأخر. يا أوليدي ما عندوش أنا فكيته بابا ما خدمش على روحه والله إنه كان عاجز ويجتهد وما وصلش لمسيرة شمالاء وتقاع والعياذ بالله من الفاسدين المفسدين وينحي هذا ويعطي هذا. وهذا موجود عند بعضنا والحمد لله أنا مش عند الكل. قال ربي سبحانه وتعالى في سورة صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما هو مش كيف؟ ما يجوش ما يتساووش أيها الأخوة، ما يجوش بكل أيها الأخوة. راهو كذلك أيها الأخوة من الحاجات اللي لازمنا نعمل بها هو أن كلمة الطيبة نعمل بها والكلمة الخائبة نسمع نصيحة الناصحين. إذا عدم العمل بكلام الناصحين. إيش قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذا صح النبي وكذلك العلماء ورثة الأنبياء وكل واحد فينا يحسب روحه من ورثة الأنبياء باش يحمل راية الإصلاح ويبعد عن الفساد وينهى عن الفساد. قال لقد أنا نصحتكم قوم ما نصحتوش ما تقبلوش ما تحبوش النصح. اليوم ما أكثرهم أيها الإخوة الناس اللي ما يحبوش النصح ما أكثرهم. الله سألت واحد الخير يسمع من بعض ما أعمل شفاء أهو ما أفهم شنو يسدوا ذي قلت إن شاء الله مش طالي لي مصلحة اليوم. لا يا أخوي نعرف نظيم تحكيم. قال ربي سبحانه وتعالى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ربوش أمرناهم بالفسوق لا أمرنا مترفيها بالصلاح ولكنهم فسقوا فيها فسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني ربي سبحانه وتعالى يقول الناس كل بما فيهم أكل مترفيه. شنو المترفيه؟ أكل الناس اللي عندهم شوية سلطة على الناس بقوتهم وبشبابهم وبفلوسهم وبمعارفهم وغير ضعفهم وبالجاه متاعهم. ربي أمرهم بالصلاح ولكنهم فسدوا. والفساد هؤلاء ما هوش كما فساد المستضعفين خاطر ان الناس تخسرهم بعيب اخرى مؤثرين في المجتمع. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول جبتها الواحد فدمرناها تدميرا. هاي الآيات تتعرض كل يوم أيها الأخوة. ما نقولوش ما ضاع الزمن اللي عادوا فيها ربي قوم هذوكم وهذوكم وقوم هود وقوم عاد وغير. لا الآية اللي نسمعها كأنها نزلت تو وراهم ما نسمع آية إلا خاطر الآية معني بها الناس اللي يسمعوا فيها معني بها وكأنه القرآن ينزل تو. هذه الفكرة اللي لازم تكون عندنا. فما مثل تونس أيها الأخوة شو يقول اللي ما يسمع كلام كبيره تعرف قيت المثل والعياذ بالله اللي ما يسمع كلام كبيره الهم تدبيره. كبير ما فاش كبيرنا في العمر كما خلينا هؤلاء وجوه النيرة. يا وليدي يختار يقول لي تشيب تبرر تعمل بعدني تبحث عن ضيف تورا ومسال يقول لي يقول لي بابا كبرنا ربك كبرنا في طاعته تبرر يقول له شو صح ولو كان الكلام يقوله لك واحد اخر ينجم يسمعه. الكبير في العمر واللي فات بليله هم اللي فاتك بحيله في الصلاح مش في الفساد. اي والكبيرنا في العقل اللي يبدا عقله اكبر من عقله وفي التجربه وفي غيرها اللي ما يسمع كلام كبيره الهم تدبيره. انا عم سيدي ولو كان شينا نحترمه كبارنا ونسمعوه ونقدروه احلى وليدي ما سامحني برضه توا بزاف نسمعوهم ما عادش قلوا لا انت توا خرجت من الدائره بتاع الناس اللي نسمع كلامك عجب
هذوك الوقت اللي كبر الانسان وصل في الاربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين وين نسموهم الصغارين عندهم تجربه كبيره، عندهم فهم للحياه خير منا، عاشوا اكثر من جيل، عاش جيل اللي هو خير من جيلنا، وعاش جيلنا، وعاش جيلك اللي جيت بعدي. اسمعهم اسمعهم، راهم مقبلين على ربي سبحانه وتعالى، واللي مقبل على ربي لانه اقرب في الارض. طبعا كي نغسل اليوم الموت هي تصبح وتمس، ولكن وقت اليوم نراو انسان كيما عمر عبد الضعيف ما بين الاربعين والخمسين، وبعدها واحد كيما ولدي هذايا عمره في الثمانيه والعشره بالعقل. ما نقولش كل اقرب من الموت، عبد الضعيف اقرب من الموت مازال صغير، هذا بالمنطق العادي، ولكن الموت يصبح متمثلا في العادي في الغالب. هل نصلي الجنازه؟ هل نتبع الجنازه؟ شكون من الموت غالبيتهم اكبر؟ اي هو كي كبر في العمر، ما هو انا مقبل على ربي سبحانه وتعالى، هو يخرج ثاني كلام نتاع ربي. اسمعوا اسمعوا، راهو كلام مذهب، راهو كلام مذهب، قولوا حاضر وسامحني يا بابا. ها مش ما تسمعوش وكان ونختم هذا. واذا كان كما قالت الايه ظهر الفساد في البر والبحر بما يعني باللي فعلت ايدي الناس، قلناها الايه بما كسبت بارك الله فيك ايدي الناس، كذلك الاصلاح باللي تكسب ايدينا، يعني نصلحوا ارواحنا ونسعوا في اصلاح غيرنا كما احنا تسببنا في هذاك. هل مع بعضنا نتسبب في الاصلاح؟ وسامحوني سامحوني ايها الاخوه كان طولت علي والكلام اكثر والايات كثيره، غير ان نختصر ما استطعنا باش ما نطولوش على خيالنا، ولا اعتذر ان اطلنا. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين ويا رب العالمين، يا قدوس يا سلام، يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، واجعلنا اللهم بالصلاه عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، ولا تجعلنا من المفسدين من الفاسدين المفسدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتبع طريقك طريق الحق يا رب العالمين، اجعلنا من المطيعين ولا تجعلنا من العصاة يا رب العالمين. اللهم يا رب وفقنا حتى نكون من المصلحين في الأرض، حتى نساهم بما استطعنا في إصلاح الفساد في الأرض يا رب العالمين. اللهم يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا يا رب، واجعلنا ممن يستمع للكلام الحديث فيتبع أحسنه يا رب العالمين. اللهم ول على بلاد المسلمين خيارها ولا تول علينا شرارها. اللهم اصلح الراعي والرعية والشباب والذرية، اصلح ابناءنا وبناتنا، اصلح شبابنا وشاباتنا، اصلح اخواننا واخواتنا، اصلح الضالين منا يا رب العالمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا مريضا الا شفيته، ولا مهموما الا فرجت عنه همه، ولا مغموما الا فرجت عنه همه يا رب العالمين، ولا ضالا الا هديته، ولا حاجه لنا من حوائج الدنيا والاخره لنا فيها صلاح الا وفقتنا وحققتها لنا يا رب العالمين. اللهم ات كل من الحاضرين من الخير ما نوى، يا خالق الحب والنوى، ات كل من الحاضرين من الخير ما رجا يا رب العالمين. اغثنا يا غياث المستغيثين، انشدنا يا راحم المستضعفين، اعذنا من مكر الماكرين وسطوة الظالمين وكيد الشياطين. اللهم انا نسالك ملكا نافعا تروي به الفؤاد، وتطهر به الاجساد، وتثبت به الاقدام، وتسهل لنا به الفتح، وتشفي لنا به الاسقام. يا من يقول للشيء كن فيكون بلا تمهل ولا اتمام، واختم اللهم لنا بخاتمة الاسلام والايمان والاحسان يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد البدر التمام وآله وصحبه الكرام، ما صلى عليه وسلم او غفل.
كافة الأنبياء والرسل. آمين آمين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا مغفور لكم إن شاء الله وأقم الصلاة.
الله أكبر. السلام عليكم.